يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا. يوم الايام الحلوه والاهلي يضرب من جديد. عوده المارد الاحمر في ابهى صوره الحقيقه. 13 دقيقه من المتعه بدا بيها النادي الاهلي مباراه امبارح امام فاركو، سجل فيها 3 اهداف، ولا اجمل ولا احلى ولا اروع. يطمنوك على الفرقه قبل ما نروح للمواجهه الصعبه، فرضناها على نفسنا انها تكون صعبه. امبارح تالق عدد كبير جدا، شريف الحمد لله على السلامه، هدف طبعا جميل ورائع بيسجله محمد شريف في البدايه. قفشه الحمد لله على السلامة، ولو إن قفشة الحقيقة ما أقدرش أقول إنه رجع امبارح، لا رجع من شوية ويبدو إنه مركز بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت، وأكد إنه قفشة لا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن أبدا إنه ما يبدأش أساسي في مباراة في أي مباراة للنادي الأهلي. قفشة امبارح تألق وأحرز هدفين، ولا أروع ولا أجمل. والحقيقة امبارح مباراة يعني بعد ال 13 دقيقة الأولانية تحرك أكتر من رائع من محمد هاني، ثرو باس عالمي من السولية، تفويتة بقصد أو من غير قصد من شريف، وتفنيش من قفشة، هدف ثالث ولا أجمل ولا أروع. 3-0 في بداية المباراة كانت الدقيقة 13. من اللحظة دي توقعت عرض بقى يعني ولكن على كل الأحوال العرض عموما يعني إجمالي العرض اللي قدمه النادي الأهلي أمام فرقة محترمة فاركو الحقيقة امبارح بعد الثلاث أهداف وقفت على رجليها. انا كنت متوقع يكون في انهيار كبير لفاركو، لكن الحقيقه الفرقه فيها عناصر كتير جدا كويسه، عندهم مدرب محترم جدا كابتن مجدي عبد العاطي عامل معاهم شغل كويس جدا، لعبوا جيم كبير قدام النادي الاهلي رغم انه اللي ما شافش الماتش ويسمع السكور يقول لك الاهلي تساعد المباراه من البدايه للنهايه، لكن ده ما حصلش. لكن الاهم ان احنا رجعنا مره ثانيه ووصلنا وظهرنا بشخصيتنا الحقيقيه، هدف الشحات طبعا في نهايه المباراه، وده اللي بقوله قبل مباراة المريخ اللي صعبناها على نفسنا، صعبناها بالتعادل قدام الهلال في بداية المشوار، وصعبناها أكتر بالخسارة في ملعبنا وعلى أرضنا وفي وسط جمهورنا أمام سان داونز. مباراة لا تحتمل الاسم على اتنين، يعني الخسارة والتعادل فيها زي بعض، ما قدمناش غير المكسب، وخصوصا الحقيقة